صباح الخير مرة جديدة مكملين برضه بمواضيع غريبة وألعاب خفة معنا أسامة فرحان صباح الخير أسامة صباح الفل هلا بك أهلا فيك اليوم حاسة حالي هيك حقل تجارب رح نعمل برضه سحر مميز بس تحكي لي كيف بدا حبك لسحر أسامة هلا هو تقريبا بلشت أتدرب وأتعلم من حوالي سنة كيف بلش حبي من وأنا وصغير بحب أتابع فيديوهات على التلفزيون يعني على اليوتيوب بشوف ل ماجيشنز عالميين مم. وقبل سنة يعني قلت ليش مثلا ما أبلش هيك أتعلم أجرب وصارت من شو عم تتعلم؟ كيف عم تتعلم؟ هلا يعني شوي من الانترنت شوي آه. من الكتب يعني اه بتجيب كتب وهيك هو لكل ساحر او لاعب خفه بيكون له السورس حلو المصدر الخاص يعني وبتحب مثلا بعدين هلا لساته عمرك صغير بتحب تكون مثلا اسامه الساحر ولا بس هيك هاي هوايه على هو بصراحه هي هلا حاليا هوايه آه. بس ان شاء الله يعني بالمستقبل اعمل شيء منيح فيها ف... يعني يلا كلنا متحمسين شو رح تعمل لنا؟ جود في معي اول تريك هون طول الشد بس الشده شديده هلا بدي اخرمت الشده بتحكي لي ستوب وين ما بدك أو ما اوكي ما بدك انت صرت خبره انا بهاي القصه <applause> يا احكي لي ستوب بدك ستوب هون تمام اسحب هذا الكارت ورجيه للجمهور ما اوجيك اياه لا لا حتى لو شفته عمش. اوكي طيب طبعًا. بدي احاول اعمله هون اوكي م. بدي امسك هذا ماركر اسود طبيعي اوكي بدي احاول ارسم كرت شد على ايدي هيك وهمي عشان اتنبأ بالكرت تبعك اوكي؟ امم يعني بدك ترسم شكل الكرت اكزاكتلي <applause> مش التفاصيل اللي جوا لا اوكي هلا هي كرت الشده اذا بتحبوا تشوفوه على الكاميرا اه هون خليك هون اسامه اوكي هون تمام يعني بدك تعمل هيك هيك ايوه تمام اوكي بس مش عارف زي هيك هيك ايوه تمام أيوة. 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 ما هيك. في مشكله خليك هيك هلا بدي احاول اعمل البريدكشن أمم. <applause> اوكي اظن انه هي خليك صار. عم بتكمل هيك ما في مشكلة أنت سحبتي خمسة سنك؟ لا ما سحبتي خمسة سنك؟ لا طب لا. تمام إذا بعمل خط للشدة زي هيك صار شكلها بطل كرت صار علبة شدة إذا ملاحظين بس الكاميرا آه. مش خليك مين. أنت إيدك محلها يعني لما بدك ت... أنت زي ما أنت خليك أوكي جود أنا إيدي زي هيك رح أه خليك هيك والكاميرا بتتحرك أوكي لاحظوا بس ن... اعمل هيك أغلب أسامة هيك هيك اوكي اوكي هلا صارت زي علبه شدة صح اكزاكتلي exactly. اذا 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 تعمل زوم عليه بليز تمام هيك امم بس طلع شو بدي اعمل هلا بالضبط زي هيك اوكي هلا بدي مم. بس ما ضلك تتحرك أسامه. اهز الشده هاي العلبه طلع لي كرتك لاحظي ثلاثه <applause> كبه كرتك ثلاثه كبه بليز بس تعطيني <applause> لا هي قوية اسامة <applause> برافو ثانك يو ما بدك تحكي لي شو السر؟ لا تحت الهواء ممكن هلا انت رسمت عادي يعني وعملت هيك وطلعت واو بس انا ما معي ما كان معي شيء ما, ما كنت عارف شو الكرت اللي انت انا بفكرها ما زبطت معك إيزار. واحرجناك احنا على الهواء لا <applause> ما في مشكله طيب طلعي هلا شو بدنا نعمل؟ دانا بدي يلا. تسحبي اي كرت من الشده بس بدي الف وجهي وما اشوف فرجيه للكاميرا اوكي انت لف وجهك تمام وانا بورجيه للكاميرا اكزاكتلي exactly. عباره عن او خلص مو مشكله ثلاث. لا أنا. لو لو شفته بدي اياك توقعي احسن عشان ما ما اجي اه وقعي okay. هيك بخط كبير ورجيه للكاميرا اوقع توقيع عشان تتذكرني يلا تمام هلا انت شفته صح؟ عادي ما لانه مشان هيك خليتك توقعي okay. انه مستحيل اجيب زيه. جد؟ حلو توقيعي. تمام، مرة ثانية راح اخلي الكاميرا تتأكد انه هذا توقيع دانا اللي مستحيل اجيب منه. اوكي، دانا بدي اياكي تحطي ايدك على كرتك زي هيك تمام وايدك الثانية فوقها وتشدي كثير منيح، اوكي؟ وايش اعمل؟ تشدي كثير منيح. اه تأكدي انه انا ما راح اقدر اسحب اشي من تحت ايدك. نفس الوقت بدي اسحب هون كرت عشوائي، ايش هو؟ بنت كبة إذا بيعمل زوم خليك جد خليك عشان تبين الكارت اوكي بنت أوكي. كوب آه اوكي تمام بدي احاول اوقعه انا اها تحمست اوكي و كتبت اسامه زي شايفين م -م. بدي احط التاريخ اليوم 29 11 20, 2012 او 12 12 احنا 12 بالضبط مش مشكله بس بيز توضح التوقيع على ال هات كمان. اعطيني انا ب... ب... بوديها بصير امسكها ولا ما خالص؟ ما في مشكله ايوه تمام؟ 29/12/2012 تسعة و... تسعة وتوقيعك اسامه اكزاكتلي exactly. اوكي okay. انت سحبتي ثلاثه بستولي صح؟ اه yeah. وانا شو سحبت؟ بنت كوب اللي هي موقعه صح؟ موقع طلع شو بدي اعمل؟ هلا خلال ثانيتين امم mm. حسيتي باللي صار؟ حسيتش بشيء ما حسيتي بشيء؟ طيب بدنا كل واحد يفتح الكرت اللي تحت ايده ترى البنت عندي البنت عندي كيف هيك؟ وكرت عندك والكرت اللي اللي كان معي وانا مسكره على منيح صار مع اسامه اكزاكتلي <applause> واو تمام مبدع طيب ايش كمان؟ حلو <applause> اوكي حلو حلو بدي اخلي هاي سوفينير والله عن جد غريب ثانك يو وهاي كمان انت متاكد اعطيتني ثلاثه؟ ما هذا وقعته بعدين صح اه اوكي كيف هيك؟ طيب اوكي اللعبه اللي هلا بدنا نلعبها هلا خلص هدول اخذهم سوفينير شكرا. هدية. <applause> <طمع>. اه شكرا تمام دانا <applause> نفس الإشي بدي اياك تحكي ستوب وين ما بدك أوكي. اوكي, بس نتاكد ما في إشي بقلب الشده اوكي يلا يلا ستوب لسه ما بلشت اه لسه يا ستوب <applause> هون تمام <طبعا>. احفظي كرتي انت ما راح تشوفها؟ <applause> مو مشكلة ما, ما راح اشوفها بس حتى لو شفتها مش هيك يعني مش مش أو اوكي ما تحكي لي شايف ما حكيت تمام؟ اوكي نحطه بالنص ونضيعه تمام؟ نحط الشدة هون ام بدي تمسكي هاي الشدة السوداء وتخليها عندك مم. خليها هيك مم. دانا راح اعمل هيك خلال ثانية واحدة راح يختفي كرتك من هاي الشدة اه شو رايك تصدقي ولا لا يعني بتوقع منك كل شيء اوكي احكي لي شو كان كرتك احكي لي شو كان كرتك أربعة ديناري احمر تمام تمام هلا بدي اعد لك روت لما تشوفي أربعة دينار احكي لي ستوب يا اوكي لما تشوفي احكي لي ستوب مش موجود اها اختفى شكلك حاطه هون طبعا بس الحلو بالموضوع انه انا ما لمست الشده نهائيا آه. بدي اياك تفتح الشده واو وتفرغ الكروت هون شوي شوي بليز شوي شوي هيك اوف هيا اذا بنقدر هي في كرت احمر راحت في الشده اللي هو كيرفك اللي, اللي اخترته الاربعه ديناري بالضبط واو بده زقفه ل السامة. رائع رائع حلو طيب يلا احكي لنا السر <applause> غششنا معلم <applause> مصاري انا <تصفيق> <تصفيق> طب عن جد يعني هلا هاي الاشياء بتتعلمها من من الانترنت او من كتب خاصه ولا انت بتقعد يعني بتعرف التكنيك بتقعد تشتغل عليه بالضبط لازم تعمل براكتسنج لازم تقرا منيح لانه كل يعني كل افكت لازم تتدرب عليه منيح عشان ما ينكشف م. تتقنه تتدرب تشوف شو مثلا مساوئه من اي زاويه تعمله طب مثلا اللي عملته هذا بتكون مجربه طبعا قبل صح اكيد بكون متدرب عليه طب مدرب. لو ما زبط مثلا على الهواء ممكن ما ما تزبط معك مش مش شرط على الهواء يعني لما تعملها ما تزبط معك حسب الجنة ما عمرها هذا. <تصفيق> آه. <تصفيق> لا يعني اذا متدرب منيح ما هذا ما هو ده اصلا ده انا ما بعمل شيء قبل ما اكون متدرب عليه منيح ليش عشان ما, ما احط حالي بموقف انه ما يزبط يعني طيب لها علاقة ب انك تتوقع قدامك شو بيفكر او شو ممكن يختار؟ لا هي لها دخل ب يعني زي ما تحكي الوجن امم يعني فن الخدع البصرية حلو طيب في كمان شيء حاب تعمل لنا اياه؟ رح اعمل لك شغلة أخيرة محضرها أنا امم اوكي في هاي الولد ما بدي اياك تفتحيها بس بدي اياك تخليها عندك امم ما افتحها؟ تمام هلا بدي احكي لك شغلة هون في معي شدة زرقاء امم انا مرتبها من البيت اوكي مم. شريها جديدة هاي الشده تمام هلا الشده ما بعرف اذا بتعرفي بتعرفي كم كرت فيها بيكون 52 52 كرت اوكي مم. لا عيبه طلع شو بدنا نعمل أه. بدي اياك تنقي لي على الهواء رقم مم. بين واحد و52 بس حاولي ما يكون سهل واعرفه يعني ما تحطي لي شيء على الحفه يكون لانه آه، واحد يعني مش ثلاثه اربعه خلص اخترت رقم احكي لي اياه 48 قلت لك ما بدي اياه يكون على الحفه مش على الحفه يعني طيب على الحفه لا 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 بتقدر تنقي كومبليتلي فري تشويس عرفتي؟ ما بدي اياك تنقيه من النص طب احكي لك المخرج ايش اختار؟ اوكي 27 27 مم. يعني بدكم تمشوا على المخرج خلص؟ خلص اه متأكدة؟ ما بدك تغيري؟ لا تمام هاي الشدة ما راح المسها مم. انت راح تلعبي هاي اللعبة طلع شو بدنا نعمل؟ بدنا نفتح هاي الشدة والله يا اسامه خطير طلعت ثانك يو <applause> <applause> اوكي طبعا بعتذر لانه الشدة جديده بيكون فيها كرت اعلان ما <applause> <هي الشد> <applause> بدي اياه اوكي شايفه هاي الشده صح بدي اياك تعدي 27 كرت شوي شوي بس ودير بالك تسحب هيكا؟ لا من هاي الجهه من هاي الجهه بس بدون بدون هيك بدك كيف اعمل امسكها يعني وانزله اوكي وهيك عندي واحد اثنين هي, هي واحد اثنين تمام ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة تمام لا سبعة وعشرين نحن وقفنا آه. هون أوكي أوكي ورجي الكرت اللي وقفت عنده خمسة بس توني اوكي مم. طبعا لنفترض انك 28 شو كنت رح تختار خمسه كبه اذا الكاميرا بس توضح لنا لو سمحت اوكي مثلا انك 28 29 مم. 30 يعني كومبليتلي فري تشويس اختيار آه. اوكي اوكي تمام قلت لك هاي الولد عندك اياها حاطت حاطط فيها كرت احمر قبل ما اجي اه كنت عارف انه انت رح تنقوا 27 افتحيها ورجي الكرت اللي فيها لو سمحتي الكاميرا <applause> ما طلعت اتفقت مع المخرج شيء <applause> <applause> اصلا المفروض انا كان اختار وهو اختار يعني حتى انت مش محضر حالك مين ممكن يختار واو هيك انت بتلعب على العقل يمكن تقريبا واو 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 ثانك يو ثانك كثير شكرا يا اسامه يعني مبدع وموهبه رائعه ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء أعجبك. الله لا يعني شو كثير حلو بنتمنى لك التوفيق ثانك شكرا اسامه bye bye. شكرا نورتنا